حلقة إلكترونية تعمل بالموجات الإذاعية، هدفها الأساس ترقيم وتحديد مسار أصناف من المواشي خصوصا الأبقر والإبل. الحلقة التي تحمل رقما خاصا تقرأ بواسطة قارئ آلي عبر تسجيل المعطيات الخاصة بالحيوانات المرقمة وملاكيها، ليتم بعد ذلك ضمها في قاعدة المعطيات الوطنية للترقيم. هذه المسألة هي كانت في الحقيقة ضرورية عندنا بالنسبة للقطاع ديالنا، بحيث غادي نتبعوا جميع الحيوانات ديالنا. بالنسبة للكساب شيء ممتاز، وكذلك بالنسبة للمستهلك. النظام الرقمي الجديد سيتيح تتبع مسار المواشي ومنتجاتها عبر كل مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع، وهو ما سيمكن من سحب المنتجات المشكوك في أمرها من السوق والتي قد تشكل تهديدا على صحة المستهلك. عملية جد مهمة، لأنه غادي تمكن واحد العدد ديال الصلاحيات اللي هي جد إيجابية. أولا غادي يتعرف يعني كل بقرة شكون مولاها، نعرفوا التاريخ ديالها، نعرفوا الأمراض اللي دازت عليها في السنين ديالها كلها، كذلك تحسين النسل. عملية الترقيم هي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا، ستستهدف كمرحلة أولية وبالمجان نحو 3 ملايين من رؤوس الأبقر و160 ألف من الإبل عبر ترابي المملكة.